Imagine a world. Can you win? وان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكل متابعي قناة اندرويد 18. اذا شباب، اليوم الموعود اللي كنا يعني الكل ينتظر في هذه العجلة يوم تنزل. فاليوم بإذن الله راح نحاول، هو يعني بصراحة يعني زي ما خبرتكم وعطيتكم تقييمي للعجلة بشكل عام يعني قبل الإصدار، فبإذن الله يعني اليوم راح تكون تجربة مع هذه العجلة ونخوض تفاصيلها بحول الله. فخليكم مع المقطع ولا تنسونا ولا تبخلوا علينا بلايكاتكم منذ بداية المقطع يا شباب، فراح نحاول نفيدكم قدر المستطاع. وأكيد أنه راح نشحن العجلة، لكن نتمنى لو يطلع السلاح مع ألف سلامة، يعني لو نطلع السلاح خلاص. So yep، يلا خلينا ندخل. أكيد الماغما يا شباب، وتقريبا إعلانات يعني شاهدناها أوكي يعني بها سخرت الماغما. شباب بصراحة ما تحسون أنه سلاح ما مش فارق كتير عن سلاح الفينيك الشخصية؟ أوكي يعني لو يفصلونها إيديها أوكي. يلا شوف إيش عندنا. يعني تحسوا سلاح آتي من يعني من الفضاء. أوكي سلسلة القتل الثاني والرابع والسادس. أوكي نشوف الحقيبة. أوكي يعني تشبه سلاح. التميمة والله رهيبة يا شباب، يعني زي في التسريبات خبرتكم إنه التميمة رهيبة بالصدق. اوكي الفأس، والله الفأس يعني ناخذ مراجعة سريعة. الفأس يعني اوكي مش زين كثير. الرقصة يعني الرقصة مش زينة كثير، بس تحس لها علاقة يعني مع السلاح بالأصل، لأنه يعني هاد الماغما هي الموجودة بالسلاح بوسط السلاح. اوكي سكين الدبابة يا شباب، يلا شنو هاد؟ قنبلة عنقودية. اوكي شكلها اوكي، يلا ما يخالف. الكالين كارد ان شاء الله ما نحصله. الاي سي ار والله هذا سلاح ايضا زين يا شباب. والشخصية ما لها 60,000 لزمة بصدق يا شباب، يعني ما عجبتني حتى اكون صريح معكم. اهم شيء سلاح. يعني السلاح والله سلاح يعني مش عارف، احنا نحاول نشوف يعني مش عارف. يلا نوضع الحقيبة ممكن نسحب. يلا بسم الله يا رب يطلع لنا شيء زين. يلي شيت اوكي اكيد والله ان شاء الله. يعني الحين انا محضر نفسي يعني، بس ان شاء الله ولو حصل السلاح راح نطلع. يلا السحبة الثانية ويا رب يا رب يا رب شي زين. اي سي ار ولا اللي شيت. اوكي يعني الدبابة اوكي، يعني حتى سكين دبابة والله مش زين. يلا على السحبة الثالثة. يا رب يا رب يا رب. اوه واو 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 والله تميمة زينة يا شباب، ولا حتى يعني اريد احصلها. الحين راح يرتفع الضغط يا شباب. يلا على الكالين كارد ونسحب. ان شاء الله ما يعطوني كالين كارد يا اخي. يعني اثنين يسار اثنين يمين ونفس الترتيب، فالله ياخذكم. يعني انا مش فاهم ليش. يلا على السحبه اللي بعده. يا رب اي سيار ولا سلاح. اوكي 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 الفأس. والله في فأس كان نزل معنا سابقا كان بتشكيل يعني تقريبا ايدي فاير بريك احسن من هذا، مش عارف هذا رأيي يعني طبعا. اوكي يلا على الكالين كارد، بس رحمة لأهلكم لا تعطوني الكالين كارد، اعطوني بس سلاح. والله لو تعطوني سلاح لا راح اطلع. 320 قود بوينت. يلا ولي شيت. عطاوني الشخصية. والله زي ما خبرتكم، إذا تريد شيء صدقني، إذا أنت
ما تريد شيء صدقني انك راح تحصله. شوف يعني الشخصيه بالسحبه ب 320 قود بوينت، والله لو كانت بنفسي والله صدقوني ما كنت راح احصلها، واحصلها باخر شيء ان شاء الله يا رب. الحين حصلنا الشخصيه، ان شاء الله يا رب نحصل سوري ان شاء الله نحصل السلاح. يعني والله اعطوني رايكم بالشخصيه يا شباب، ما حسيتها شخصيه قويه بصدق. اولي شيت يعني بساد السحبه. اوكي يلا على الكالين كارد، يا رب يعطوني سلاح صدقوني، والله لو يعطوني سلاح لا راح اطلع، والله ما راح اضرب سحبه مر. هذا اللي كنا خايفين منه. ايوه صدق معنا يعني خلاص، يعني احنا اخذنا اسوء شيء، شنو راح ننتظر الحين؟ يعني اللي كنت متمنيه الاي سي ار وسلاح للحين ما طلع لي، تمي ما طلع. يلا يا رب يا رب سلاح اي سي ار. اوكي معليش معليش، الله ياخذكم يا اكتيفيز اخي ليش. اي سي ار والله هذا زين بصدق يا شباب، يعني تفاصيله والله هذا زين، مش عارف زين والله، والله بصدق زين يا شباب. خلاص يعني يعني الرقصة وسلاح أكيد، ولاد الكلب أكيد أني راح أحصل سلاح يعني ممكن بآخر شيء، وهذا يعني أنا محضر نفسي نفسيا. و 1300 الله ياخذكم. اعطيني سلاح. لا 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 شوف الرقصة ب 1300. أوكي 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 يعني خلاص السلاح اخر شيء، وتقريبا نفس الشيء اللي ذكرت لكم يا شباب، السلاح اخر شيء ب 2300 كود بوينتس، يعني تقريبا هو تقييمي العجله بالسابق. ف الله ياخذكم ما راح نسامحكم في هذه الفلوس. يلا اعطيتونا السلاح بالاول. اوكي خلاص يا اخي خلص، شفنا الاعلان هذا، بدنا نشوف سلاح كيف. واو اوكي يعني السلاح يا شباب والله زي ما خبرتكم، السلاح يشبه تماما سلاح الفينك اللي كان معنا بالموسم السابق. اذا تلاحظون مش فاهم اذا نفس الشركه ممكن سوت هذا السلاح، والله مش عارف انه في شركه هي اللي عم تسوي هذا التصاميم، ف مش عارف بعدين راح ارجع الموضوع. سوي هذا السلاح الموسم يا شباب، الحين راح نشوف تفاصيله وممكن راح اوكي الجزء الاول هذا اهم شيء اللي انا اريد اوصل له بالمقطع. اوكي الجزء الثاني الترقيه هنا اكتيفيجن، ان شاء الله تسمعوا صوتي زين. هنا اكتيفيجن تريد تحلب اكثر يا شباب زي ما تشوفون، يعني انت دافع على السلاح، يعني مش عارف كيف راح اشرح الموضوع. تقريبا 6000 كود بوينت ويريد له تطوير. اوكي يعني لما تذبح اثنين كيف راح تصير الماجما بداخل السلاح؟ 4 كيلات وهنا 8 تقريبا نفس سلاح الفينيك، يعني بصدق تقريبا نفس التصميم يعني بس الاسم يختلف. اوكي تلقي انا عندي 30. اوكي راح نفتح المستوى الاول شوف شنو. المستوى الاول والله زين. مستوى صفر هذا يعني احنا حصلناه. المستوى الثاني شوف المستوى الثاني يعطيني ملصق الاول ملصق والثاني يعطينا شنو هذا تأثير الفريد. اوكي هذه هي التركيبات يا شباب اللي خبرتكم انه الفرق راح يكون بس في هذول. اوكي في تميمة ثانية يا اخي ما والواميد يعني زي ما تشوفون لما ترمي راح يتغير. والله رهيب التأثير هذا، والله رهيب. وهذا شوف يعني نفس الشيء التركيبات بس يريد لك 2000 بطاقة سمتك حتى تحصل كل شيء. اسمع يا حبيبي
2000 بطاقة سماتيك حتى تحصل كل شيء. والله مش عارف، ممكن مش عارف نشحن مستوى ولا بس يا اخي ليش شوف يعني الملصق سوري يا حبيبي يا حتى ما توصل المستوى الثالث. والله كارثة. شوف سعرها والله غالي يا شباب، هذا مقارنة يعني بحسابي أسعاره رخيصة شوي. ما الله مش عارف يعني نسحب نرقي السلاح ولو يعطونا بس الإفكت اللي يخص الكل. يلا خلي نسحب أم العشرة، يا رب يعطونا بطاقات كتير. شوف لا 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 شوف بس العشرة والعشرين الله ياخدكم. شوف ولا عطوني شي من فوق ليش؟ شوف ولا وحدة بأربعون ولا خمسون ولا تمانون، أقسم بالله كلاب فلوس يعني بحرفيا يا شباب زي ما خبرتكم سابقا. الله يخلي مسوي هاد السحبات يا أخي والله كارثة. شوف عندي 190، المستوى الأول 20 بطاقة. أوكي يلا أعطيني أم خلي خلاص. شوف ملصق بـ20 بطاقة سماتيك، مالو أي لزمة بصدق، مالو أي دخل بالدنيا. 100 بطاقة سماتيك حتى تفتح المستوى الثاني. يلا ممكن يلا والله خلاص ما في يعني راح خلاص. يلا تمام بولي شيت سوري. اصبر يا علي انا اعطانا الواميد خلاص، الواميد اتوقع زين. مستوى ثاني يا اخي شوف لو والله كارثه والله كارثه يعني المستوى الثالث حتى يعطيك تاثير القتل زي ما تشوفون هاد ضروري تفتح المستوى الثالث. والمستوى الثالث 240 بطاقة ماتيك، فوالله كارثة. وأنا عندي 70 بس أتوقع تأثير ضروري. لا ما مش عارف يا أخي. مستوى الرابع مستوى الرابع والله تلخبط. أوكي يلا معليش خلي نسحب اثنين بس. يلا خلاص ممكن نسحب 10 تانيين بس والله ما راح اسامحكم يا اخي. لو انا خايف يعطوني بس اللي بالاسفل زي ما شتهم يعني سحبنا الاولى اعطونا اللي بالاسفل. يلا على بركه الله يا رب يعطونا بطاقات كثير حتى اشحن بس التاثير. شوف 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 10 10 ليش. يلا يلا خلاص اهم شيء حصلنا 2 40. شوفوا ابو العشرة والعشرون يعني المستوى شنو هذا مرات السحب 20 نقرا. اوكي يعني لما تسحب 20 راح يعطوك 50 بطاقة مجانية. اوكي يلا حصلناها بس والله الله ياخذكم يا اخي ما راح تسكتونا بعيني بعد 50. يلا راح نطور الحين عندي 340 متك ف التطول شيت التطوير الرابع 780 يا اخي خلاص اعطيني الثالث 240 والله ياخذكم انتم وفلوسكم. يلا تاثير القتل وخلاص. والله اتوقع هنا اكتفي يا شباب ما راح ليش ما ليه 60,000 لزمه حتى اسحب حتى اطور كل شيء خلاص يعني هذا الترقيه انا اتوقع اكتفي بها بصراحه. ما اريد هذا التركيب بس والله ما اريدها لانه هو اوكي التركيب الاول. الصوت والله خلاص ما اريد اشحن خلاص. يلا نروح نشوف فين الشخصيه ونشوف شكل وتصميم السلاح. والله متحمس اجربه بصدق يا شباب لكن مش عارف اتوقع ممكن اني اشارك معكم التجربه بفيديو منفرد الله اعلم لانه حسب ما انا شايفه والله الفيديو طويل. اوكي اتمنى تعذرونا شباب لكن اهم شيء المهم نحاول نشرح كل التفاصيل بما ان شحنا. اوكي دمج عالي. اوكي يعني خليه بنفس التركيب بس ما نسوي له شيء بس هذه الاغراض من هون ناخذها التميمه. اوكي اخذنا ايوه تأثير القتل والله زين. الاخر شيء والله رهيب بس ما توقع اني اشحن يلا
شنو تاني؟ شوف هذا أول هذا الملصق واخده بالسبعون ولا مش عارف كم متك أخذناه، كارثة. يلا خلي على سلاح. أوكي أتوقع تصميم سلاح يتضح زين، لكن أهم شيء إحنا نروح نجرب سلاح بعدين. شباب أول جيم ما رح أعطيكم تقييمي للسلاح حتى أكون صريح معكم. أصبر يا إبراهيم جايكم، أصبر. أوكي نجرب الشخصية، الشخصية اللي بصراحة فاير بريك. أوكي والله الأرنوب أحسن. شوف مش عارف تحسوا مصارع يا أخي تبع الروم وغير، ما تحسوا جاي من الفضاء بصدق. لو سووا شخصية رايبر مع هذا السلاح ممكن ممكن يتناسق، رغم أني ما أحبها. الحقيبة سوري يا حبيبي سوري. الحقيبة يا شباب ما حتى الحقيبة والله ما تناسب الشخصية بصدق. ها لا شيل شيل لا يا أخي شيلها، ما أريدها شخصية كذا أحسن، هي كذا ما عليها نور. سو شباب أتمنى خلاص أو خلاص ما راح نستكمل الفيديو. لايكاتكم شباب لا تبخلوا عليه بمشاركة المقطع، وعطونا رأيكم في الشخصية والسلاح. بعد قليل راح أشارك معكم مقطع التجربة. سلام. If you would like to get exclusive content updates, previews, and events, don't forget to subscribe and turn on that notifications. Stay frosty, soldiers.